مخاض هجرة غير شرعية سبق ولادة أنجيلا على أرض عبور يأمل أهلها أن تكون بوابتهم إلى أوروبا. جزيرة لامبيدوزا التي تقع بين صقلية وتونس تستقبل أفواجاً من المهاجرين غير الشرعيين الفارين من سوء الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم الأفريقية. هذه الأعداد ارتفعت مؤخراً بسبب نزوح آلاف التونسيين عن بلادهم بعد الثورة. السلطات الإيطالية تعهدت بإنهاء هذه الظاهرة المكلفة جداً لحكومتها على مختلف الأصعدة، والسلطات التونسية أبدت استعدادها للتعاون، إلا أن التخوف الأكبر هو من تدفق وفود ليبية قد تصل الجزيرة هرباً من الحرب في بلادها. مشقة الهجرة غالباً ما تتسبب بحالات طبية ونفسية صعبة، كما تقول منظمة أطباء بلا حدود التي تتحدث عن إرهاق كبير وصدمة لدى معظم المهاجرين. فرحلة المجهول أحياناً كثيرة لا تصل إلى محطتها الأولى. نحو 250 شخصاً غرقوا هذا الشهر بعد انقلاب قاربهم خلال رحلة الإبحار إلى لامبيدوزا. عدد المهاجرين الذي يتخطى أحياناً أعداد السكان الأصليين للجزيرة لا يمثل مشكلة لإيطاليا فقط بل لأوروبا بشكل عام، التي يذكر بعض قادتها أن الحل ليس بتدابير أمنية تزيد من خطر السفر غير الشرعي، إنما في محاولة مساعدة الدول التي يتوق سكانها لمغادرتها على تحسين ظروف العيش فيها. كارين طرباي، بي بي سي.